أنا نزيلة بمركز الإصلاح والتهذيب بسطات، طالبة جامعية حائزة على الإجازة في القانون العام. بالنسبة لي أنا تاني مرة كنشارك في الجامعة الربيعية. القيمة المضافة ليا والجميع النزلاء كيف ما ليا أنا والجميع النزلاء هي واحد المقاربة اللي كتخلي السجين ضروري يكون عنصر فعال داخل المؤسسة السجنية، ماشي بمنظور سلبي وإنما بمنظور إيجابي. كطالبة احنا عناصر مساهمة في التنمية القدرات السجناء اللي هما احنا اللي تنفهموهم، اللي هما قراب لينا. يعني ما كاينش واحد اللي غادي يفهمهم اكثر من احنا اللي كنفهموهم، خصوصا فالناس اللي ما عندهم الأمية، عندهم جهل بزاف بنصوص قانونية. احنا كنضطروا اننا نكونوا فعالين وكنكونوا كنوجهوهم توجه صحيح. مثلا بدوري انا كنسهر على برنامج محو الأمية داخل المؤسسة السجنية بمصلحة بمركز الإصلاح والتهذيب بعليمو من 16. يعني كان تفاعلات إيجابية من طرف السجينات اللي معايا تنخليهم انهم نحفزهم باش يتعلموا، باش يشوفوا قدام، باش ياخذوا واحد العبره مني انا. ولو انني انا اقترفت واحد الخطا ولكن ما خديتش انه وقفني، لا، حفزني باش نزيد القدام وباش حتى هما يديروا هذيك الروح الايجابيه اللي كتزيد الانسان قدام. وفيما يخص الجامعه الربيعيه اللي هذا العام اللي سنه 2021 هي تتكلم على القيم المجتمعية في إطار التسامح نحن كسجناء فيما بيننا واحترام بعض القوانين أو كقوانين ككل، والغرض منها أننا نكون واعين بها، درجة الوعي بها. وكذا الأفكار، تقاسم الأفكار فيما بيننا، والأفكار كنركز عليها، كنسطر عليها تحت يعني إيجابية 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 لبناء مستقبل زاهر، وباش نكون حتى أنا عنصر فعال في المجتمع إن شاء الله من بعد الإفراج.